التواجد ديالي اليوم بمدينة أكادير هو مناسبة مهرجان تيتراتين، كنحضر معهم لأول مرة وكنتمنى اليوم النجاح إن شاء الله وتألق، وكنتمنى اليوم الاستمرارية، وكنبغي نقول لهم إن شاء الله نكون معكم ديما وربي معكم. الحضور ديالي بمدينة أكادير بزاف ديال المرات ماشي بلا عدد، كنحضر في ايفيلمو هنايا لي غالات فوتيلات وعيرات بزاف ديال الحوايج. عندي جمهور ديالي في مدينه اكادير، كنقول لهم نتمنى ان شاء الله نكون ديما عند حسن ظنكم. بالنسبه للمشكل ديال الطوبيس انا ما كنعتبروش مشكل، وكنبغي نوضح للناس اسفي، وكنقول لهم سمحوا لي بزاف انا ما نقدرش نعاير مدينتي وما نقدرش نبينها بصوره خايبه. الحمد لله فين ما طلعت لاي بلاصه طلعت ليها كنطلع بسميتي اكرم العبديه. جاي هاد البنت راه جاي من مدينه اسفي، يعني ما خصنيش نبين المدينه ديالي بصوره خايبه. كنبغي نقول لهم انا خديت موقف من الطوبيس، ما بقيتش كنركب فيه، ماشي عيرتهم ولا انا بس هضرت على الطوبيس، انا ماشي قلت الناس اسفي خايبين ولا فيهم شي حاجه خايبه، انا هضرت على الطوبيس خديت منه موقف، ما بقيتش كنركب فيه. هادشي اللي كان كنبغي نقول مدينه اسفي سمحوا لي بزاف، وكنبغيكم وكنحماق عليكم، وهذيك مدينتي ما يمكنش لي العيره. بالنسبه للفيديو اللي كندار بزاف مع جواد قنانه كنوجه له التحيه، وبالنسبه للفيديو الاول دار البوز دار ضجه بزاف في السوشيال ميديا، وعلاش تكاثر علاش ولا بزاف، حقاش الناس ملي كيعيطوا الاكرام خاص يكون جواد، ومن الناس ملي كيعيطوا جواد خاصها تكون اكرام. هادشي اللي كان داكشي اللي كنبقاو نحطوا لي ستوري وكنبقاو نحطوا لي فيديو. جواد قنانه ميكاب ارتست تبارك الله عليه، واخ وصديق وكلشي وكلشي، داك السيد بزاف كنحماق عليه وكنقول ليه تبارك الله عليك، وطريقك ان شاء الله كلها خير، الله يسهل عليه. نتمنى ان شاء الله الفن اللي كندير يوصل للعالميه، ونكون ان شاء الله ديما عند حسن ظن الجمهور، حقاش الجمهور هو كل شيء. جمهور الفنان بلا جمهور ما كيسوى حتى شي حاجه، بالعكس في اي بلاصه مشيتي يا مهرجان يا وطيل يا عرس يا حفله عاديه يا حفله كبيره كتلقى الفن الشعبي هو الاول وحاضر بقوه، ماشي بالضروره غادي هي بصح الاغنيه الشبابيه تبارك الله وصلات ونجحات حتى هي، ولكن كيبقى الشعبي كيف قلت لك رقم واحد في المغرب. بالنسبه للجديد ان شاء الله ديالي اللي كان وجدت الجمهور هو حتى هو فيديو كليب مع دي جي حميده.